السلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم فيديو سبيسيال شوية، فيديو كمالة متاع تحضيراتي لعيد ميلاد بنتي. عملت كريم وبير هبطتهولكم، وعملت روسيت زاد الجينواز هبطتهولكم، وهذا الجزء الثالث كمالة متاع الفيديوهات الاخرين باش نشارك معاكم زاد اجواء لعيد ميلاد متاع بنتي، وباش نحكي لكم على تجربتي المرة هذه في الجاتو كيفاش عملتها. باهي خذيت باتا سكر في الغوز من لافواغ فوي، اول مره نشري من عندها، مسلسل ناخذ من كازا. المره هذه خذيت من لافواغ فوي خاطر مش مسنسين يبدا عندهم. المره هذه جيبوا اللي قلت خلينا ناخذ منهم خاطر هي اقرب ليا، ما نقعدش نمشي لكازا. بديت نحل هكا في البات كيما تشوفوا لهنا. البات حسيتها ماهيش سوبل حتى طرف اول حاجه، وبالسيف قاعده تتحل، ما تشوفوش يعني الفيديو مزرب تظهر انها قاعده تتحل صفا، ما راهي قاعده تتحل لي بالسيف، ننزل ياسر باش تتحلك شويه. نحس انه البات يابسه، وليت حليت المرلوله وبعديك ما عجبتنيش حتى طرف، رجعت لميتها وحطيتها شويه في الميكرووند لين سخنت، دوبله سخنت يعني دوبله دفات باش تتحل بالسهل. عاودت حليتها من الجديد نفس الشيء، ما حبيتش تجيني مريقله جمله جمله. وليت عملتها زادها بشويه ما قلت خليها ترطاب شويه، يا اخي نفس الشيء. جيت نحطها على خبز الجاتو تكسرت كلها، وليت ماهيش باهيه حتى طرف، يعني عمرها ما صارت لي كيما هكاكا. نحس في روحي يعني خيبه امل جاتني، يعني خاطر تصورت انه الخبزه باش تجيني خير من هكاكا. وحطيت في مخي هيك زينه نوع اخر كهو، ما كتبش طلعت الباتا سافابا. وليت بالزهر في اخر نهار شريت باتا سكر من كارفور، خذيتها واحده بيضة في اخر نهار شريتها، يعني ما كنتش مبرمجه باش ناخذها جمله، قلت على ميتي نعملش بها شويه زينه يعني في الجاتو ولا حاجه. وليت خذيتها وعملت بها خاطر عندي وحده بركه. نورمالمون هو باش نتنجم تغلف خبزه كامله جاتو لازم تاخذ زوز، الوحده فيها 250 غرام، والا تنجم تاخذ حتى ثلاثه يعني باش تبدا انت ما يقعدلكش ناقص يعني، اما وحده مستحيل ما تعملكش وحده، ما تغلفلكش خبزه جاتو جمله. وليت حليت عملتها كيلة مدورة باش غطيت بها كان من الفوق كهو، والجناب عندي بلاستيك هو اللي حطوه على الجناب متاع الجاتو، وليت حطيته على الطول متاع الجاتو الكلي كي يعني غطيتها. نورمالمون هي يجي سبتة من لوطة كهو، وليت عملتها اني زوز سبتات فوق بعضهم باش تغطات لي، خاطر ما عنديش وقت باش نقعد نعمل كريم وبير باش نغطاها من الجناب، وما عنديش وقت باش نمشي نشري باتا سكر اخرى، وزيد نهار احد الكل هما مسكرين. وليت تصرفت عملت بالموجود اللي عندي، اما ما طلعتش كيما حبيت اني، يعني حبيت حاجه ما خير من هكا. وخذيت عندي التصويره هذه، شريتها من تونس، فيها تصويره متاع هيلو كيتي، هذه تصويره يعني بات متاع الروز يعني مصنوعه هي تتاكل يعني نورمال. قصيت الجنابه متاعها وحطيتها فوق خبز الجاتو وكملت زينت الكل. حسيلو هذه فكره يعني كيفاش انكم تعملوا خبزه جاتو سهله برشا، الزينه متاعها تكون سهله، ما تبقاوش تزينوا بالباتا سكر، تعملوا في اشكال انتم وحدكم الباتا سكر، تولي تشريوا هيك تصويره حاضره وتقصها وتحطها فوق خبز الجاتو. عيد ميلاد ياسمين زاد عمناول نفس الطريقه، عملت اما عملتها لها ميني ماوس. المره هذه عملت لها هالو كيتي، درت حتى الديكور متاع الطاوله زربني الوقت، حسيت انه ما جاتش كيما حبيت، جات شويه شارجي ما نعرفش، يمكن على خطر الزينه متاع الحيط هي خلت انه ما يظهرش برشا الديكور متاع عيد ميلاد. وزيد الناب متاع الطاوله جاني هيك ردها انها شارجي شويه، هو طلع مزيان وعملوا جو الصغار وكل شيء، اما مش كيما تخيلته في مخي من الاول، كنت نجم نعمل حاجه ما خير يعني. طبعا خليكم تتفرجوا في الفيديو، تبعوا الفيديو وشوفوا حتى الكادويت، يعني صورت لكم مش برشا هما كادويت زوز كهو، وشوفوا يعني حتى ردة فعل ياسمين كيفاش كي خذيت الكادو، كيفاش فرحت وشنو الكادو اللي فرحها.
زعما شنية خوتي طلع شكون شري هالك ايه شكون شري هالك لا 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 انا شريتها انا شريتها حطتني اني في اخر ليست بالله والله كل شيء نشري له فيه اني قلت له تعرف ما تشريش لازم تركب ظهر لي فما مفتاح نتاعها ظهر لي لازم تركب اي مالا انت كبرت على خاطر سي علاش تسكر فيها ياسمين ياسمين عجبتك ترتينات برشا باهي برشا طول لها الحبيب حبيب طول لها الفولون شويه طول ياسمين اتون اتون خلي طول لك حبيب الفولون عجبتك ولا لا؟ ايه عجبتني قلنا لها طلع شكون جابها لك قالت ماما نعيمه قلنا لها لا قالت بابا يعني اني حطتني في اخر ليست هذا طلع كادو نتاع شكون استنى كامل حلو بعديك قول لي كادو نتاع شكون شوفوا مدخل ما حدش ما عرفهاش اخذ صغيره روبا شكون شكون عملها لك بابا هذا كادو نتاع شكون ياسمين؟ شكون ياسمين؟ بابا شريها لي ولا انت؟ لا قولي شريتها لي؟ لا طلع وحدك عجبتك الساعة؟ شريها لك بابا هذيك واني شريت لك التورتينات تمشي تقيسها وتجي توريني؟ تمشي تقيسها وتجي توريني؟ باهي انت شنو باش تقول للناس اللي يتبعوا فيك الكل؟ شكرا اشتركوا في قناتي واشتركوا في قناة ماما برافو واليوم شنو عملت انتي؟ اليوم عملت لانيفرسير متاعي اوه محليه الديكور متاع لانيفرسير شكون عملها لك هذا؟ ماما عملت لك هذا كل ماما قول لهم باي باي الناس كله اشتركوا باي باي